بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا دكاتره. معكم دكتور محمد كامل، استاذ مساعد لعلاج الطبيعي بجامعه سان اوغستين بالولايات المتحده الامريكيه، وريجستر لايسنس فيزيكال ثيرابيست بالولايات المتحده والمملكه المتحده ومصر. طيب، عندنا بالنسبه للناس اللي بتعمل بريبريشن امتحان اللايسنس، عندنا النهارده سؤال عايزين نجاوبه. فالسؤال بتاع النهارده هو في مجال النيورو، بيقول: A patient presents to the clinic having suffered a stroke 6 months ago. Upon evaluation of the patient's gait, the patient is noted to have an excessive forward trunk lean during the stance phase of gait, as well as general curvatum from the loading response to mid stance portions of the stance phase. The patient's prescription noted a left cerebrovascular accident in the diagnosis. What is the best reason for these noted gait deviations؟ عيان جالنا، تمام؟ العيان ده جاله ستروك. الستروك احنا عارفين اللي بتحصل في، او السيربروفاسكولار اكسنت اللي بتحصل في المخ، ممكن تكون حاجه من اتنين: اما ان هي تكون اوبستراكشن، وده في 85% من الحالات، او ان هي تكون انتراكرينيال هيموريج، وده 15% من الحالات، تمام؟ ايا كان السبب، هو ده لا يعنينا في السؤال هنا. المهم ان البيشنت ده حصل له ستروك 6 مانثس، من 6 شهور. طيب، جينا عملنا ايفالويشن للجيت، فالبيشنت ده لقينا انه عنده اكسسيف عامل فورورد ترانك لين، بميل لقدام ديورنج الستانس فيز اوف جيت، تمام؟ از ويل از عامل جينو ريكارفيتم، منين؟ من اللودنج ريسبونس للميد ستانس بورشنز اوف الستانس فيز. طيب، فالسؤال هنا نيورو يجمع كمان ما بين الجيت. احنا بنشرح النيورو طبعا، بنشرح الجيت معانا في الكورس. ففي الجيت احنا عارفين ان احنا عندنا تو مين فيز، ستانس فيز اللي تمثل حوالي 60% من الجيت، و40% اللي هي السوينج فيز. وعارفين ان الستانس فيز فيها ديفرنت ستيجز، من اول الهيل سترايك لحد الايه اللودنج ريسبونس وهكذا يعني. المهم، ذا بيشنت بريسكريبشن، البعيان ده معاه تحويل او ريفيرال، فالريفيرال بيقول ان عنده ليفت سيريبرو فاسكولار اكسيدنت ان ذا دايجنوزس. وات از ذا بيست ريزون للجيت ديفيجنز اللي موجوده عند العيان ده؟ يا ترى العيان ده عنده رايت هيب فليكشن كونتراكشر؟ يا ترى العيان ده عنده سباستيك رايت كوادريسبس؟ يا ترى العيان ده عنده ويك ليفت كوادريسبس؟ يا ترى العيان ده عنده ويك رايت كوادريسبس؟ طيب، احنا لو انتوا فاكرين لما كنا بنشرح في النيورو كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول دائما وابدا ان السيريبرو فاسكولار اكسيدنت تسمى حسب السايد بتاع البرين اللي هو افكت. فما يقول لك ليفت سيريبرو فاسكولار اكسيدنت، معناه الفص الشمال بتاع المخ هو اللي فيه مشكله، فده سيؤثر على الكونترالاترال سايد بتاع الجسم اللي هو الرايت سايد بتاع الجسم، كويس؟ فبتاعنا. طيب، يبقى اذا في، اما اجي ابص للاجابات فهنا هقول ايه؟ ان الاجابه ممكن تكون واحد او اتنين او اربعه، لكن الاجابه رقم ثلاثه دي مستبعده، كويس؟ لانه بيتكلم في حاجه زي كده. طيب، هو الرايت هيب فليكشن كونتراكشر يعمل الديفيجن ده، يخلي البيشنت يلين فورورد وكذا؟ انا لا اعتقد هذا الكلام، تمام؟ هو البيشنت بيحاول يلين فورورد على فكره علشان يعني تو كيب مينلي الني ان اكستنشن مثلا، او يزود الاكستنشن بتاع الني. خلي بالك ده واضح من السؤال. طيب، يا ترى ان في سباستيك رايت كوادريسبس؟ ماشي، ممكن، بس ايه المشكله؟ ما تخليش البيشنت يعمل الكلام ده. طيب، في ويك رايت كوادريسبس، اعتقد هي هذه الاجابه الاقرب. تعالوا نشوف كده مع بعض. ففعلا الاجابه هي رقم اربعه، الويك رايت كوادريسبس. فبنقول بريسكريبشن اللي ريتس ليفت سيريبروفاسكولار اكسيدنت ويتش وود رول اوت ليفت كوادريسبس رايت اواي از ا كوز، اللي احنا قلناها خلاص. يبقى الاجابه اللي هي فيها ليفت دي هنحوشها خالص، هنستبعدها. The other three options are all possible contributions to the gait deviations, but only ال weak right quadriceps explain both divisions. ان هو عامل leaning forward بالترنك ليه؟ هو بيحاول يزق ال center of gravity forward، كويس، in front of knee، على اساس انه يعمل نوع من المومنتم فيعمل extension في النيه. ليه؟ لان الكوادريسبس اللي هي المفروض تعمل هذا الكلام weak، كويس. والجينرال كارفيتم اللي موجود ده برضه يقول ان في ويك في كوادريسيك، ويكنس في الكوادريسيبس. طب سباستيك رايت كوادريسيبس كود كوز جينرال كارفيتم برضه، ممكن، ما قلناش حاجه، بس لكن مش هتعمل فورورد ترانك لين،
كويس. والهيب فليكشن كونتراكشر وود اكسبلين فورورد ترانك لين، لكن مش هيعمل جينو ريكارف. ايه ده؟ يبقى الاجابتين التانيين لو انا عندي سباستيك رايت كوادريسبس ممكن تعمل ايه؟ تعمل جينو ريكارفيتا كويس في النيه، لكن ما تخليش العين يعمل فورورد ترانك لين. تمام. طيب لو انا عندي رايت هيب فليكشن كونتراكشر تعمل ايه؟ تخيل العين ده ممكن يعمل فورورد ترانك لين، لكن ما تخلوش يعمل جينو ريكارفيتا. فده كان اجابه السؤال بتاع النيو. تابعوني دايما لان انا ان شاء الله هنزل لكم اسئله واجاباتها باستمرار. تمام. طيب لو اي حد عنده استفسارات عايز يعمل ابلكيشن في كندا او في امريكا او في انجلترا او في استراليا بالنسبه للاوراق، او الناس اللي هي عايزه تشترك معانا في كورس البريباريشن امتحانات اللايسنس بانواعها سواء مصر او خارج مصر، كندا او امريكا او استراليا او كده، يتواصل معانا. او الناس اللي هي عايز تقدم على درجه الترانزيشنال دي بي تي من جامعه مونتانا الامريكيه اللي هي مخفضه بنسبه 50% المصريين والسودانيين والاردنيين والفلسطينيين المقيمين في بلادهم وليس المقيمين في امريكا، يرجى ارسال رساله على الواتس رقم 0020 115 988 2370، 0020 102 77 4372. هترد على حضرتك السكرتيره اذا كان عند حضرتك استفسار او محتاج ان انت تحجز استشاره او كلام من كده، هتحجز لحضرتك هذه الاستشاره. لو كان حضرتك جاهز بورقك للتقديم او جاهز للاشتراك في الكورس او للتقديم على درجة الدي بي تي من جامعة مونتانا وأوراقك جاهزة كاملة، هنشرع في الإجراءات وهي بتعملي فورورد لكل هذه المسجز. شكرا جزيلا وألتقي بكم في فيديو جديد.